الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل يوم الجمعة، قال رحمه الله تعالى: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، رواه مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. في هذين الحديثين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. وهذا تصريح ونص صريح في أن الوضوء يجزئ يوم الجمعة، وأن الغسل ليس بواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. فدل على أن مجرد الوضوء يجزئ في يوم الجمعة وهو الواجب، وهذا الذي تدل عليه الأحاديث. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة وجوب الغسل يوم الجمعة، فذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى أن الغسل يوم الجمعة ليس بواجب، وأن الواجب هو الوضوء، وأما الغسل فهو مستحب ومتأكد كما جاءت بذلك الأدلة. وسنتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله في الدروس القادمة في الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله المتعلقة بهذا الحكم. ولكن في قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، نص صريح في المسألة. قال: ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت. فالإنصات يوم الجمعة واجب، فمن تكلم أو الخطيب يخطب فهو آثم. قال: فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، وهذا فضل من الله عز وجل. فمن أدى هذه الأعمال اليسيرة، الوضوء ثم الاستماع مع الإنصات، يغفر له ما بين الجمعة والجمعة مع زيادة 3 أيام، زيادة فضل من الله عز وجل، وهذا فضل الله على عباده، عمل يسير وأجره عند الله عظيم وكبير. فلا يفرط في مثل هذه الأجور إلا محروم. فالمسلم عليه أن يتقدم إلى الجمعة وأن يبكر إليها حتى يفوز بهذه الأجور العظيمة المضاعفة على هذه الأعمال اليسيرة القليلة. ثم قال في هذا الحديث: ومن مس الحصى فقد لغى. مس الحصى فقد لغى، لأن الواجب على المسلم إذا حضر الجمعة أن يستمع وأن ينصت وأن يكف جوارحه عن العبث، فإن عبث بها فقد ذهب عليه أجر الجمعة، فليس له أجر إلا أجر الصلاة التي يصليها. وليس الحكم هنا متعلق فقط بالحصى، وإنما الحصى فرد من هذه المسألة، فرد من نوع. فإذا مس غير الحصى من العبث فقد لغى، وأيضا قد ذهب أجر الجمعة. مثاله: لو عبث بالقلم، لو عبث بالمسباح، لو عبث بالسواك، بأي شيء. ومن الأمور المعاصرة: لو عبث بالجوال. الآن نرى بعض الناس يصور خطيب الجمعة وهو يخطب، وهذا من مس الحصى، فيقال لهذا: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ذهب عليه الأجر. هذه من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها. الحكم ليس متعلق بالحصى، كل مس من باب العبث وعدم الحاجة والضرورة فإنه داخل في الحكم أيا كان هذا المس. ومن ذلك من الأمور المعاصرة ما يفعله اليوم بعض الناس من شرب الماء والخطيب يخطب. مس قارورة الماء داخلة في الحكم،
إلا إذا كان هناك ضرورة. إن كان هناك ضرورة يدفع شيئا في حلقه، يدفع عطشا شديدا، فهذا جائز، لأن هذا من باب الضرورة ومن باب الحاجة الملحة. أما مجرد شرب الماء فقط وأخذ هذه القارورة يعني استمتاعا بالشراب فهو داخل في مس الحصى، وهذا هو الصحيح. فلذلك على المسلم إذا حضر إلى الجمعة أن يحضر بقلبه وبجوارحه وبكله. وفي هذا دلالة على أهمية خطبة الجمعة، فخطبة الجمعة عظيمة وشأنها عظيم، فالمسلم مأمور أن يحضر إليها وأن ينصت وأن يستمع وأن لا يتكلم وأن لا يعبث. كل هذا من أجل تعظيم هذه الخطبة، فشأن خطبة الجمعة عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال وعنه يعني أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. وهذا الحديث مر علينا في دروس سابقة، ومعناه أن من صلى هذه الصلوات، الصلوات الخمس والجمعة، وحافظ عليها كذلك شهر رمضان صامه، فإن ما بين هذه الأوقات كفارة لذنوبه، ولكن كفارة لماذا؟ للذنوب الصغائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتنبت الكبائر. قد مر علينا الكلام، هل معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتنبت الكبائر يعني شرط أن لا يعمل الكبائر، فإذا عمل الكبائر لا تغفر الصغائر؟ هذا على خلاف بين أهل العلم، وقد تكلمنا عنه في دروس سابقة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.